من القامشلي مع كينو كبرائيل عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يمكن أن نعرف عن آخر تطورات هذه المعركة التي يقال بأنه ستكون أصعب من معركة الموصل وبدأت من جهات عدة أمس، شمالية غربية شرقية؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم وقبل عدة ساعات من ليلة البارحة بدأت عملية تحرير مدينة الرقة، وهي المنطقة القولونية الجزء الأخير من المرحلة الأخيرة من عملية غضب الاشتراك التي بدأناها قوات سوريا الديمقراطية. طبعا عملية تحرير الرقة ليست لن تكون بالسهلة كما هو متوقع أو كما نتوقع نحن، هذا لأنها أولا وأخيرا عاصمة الخلافة التي أعلنتها داعش، و خلال الأشهر الماضية كانت داعش تقوم بالتحضيرات القوية لدفاعاتها ضمن المدينة وحولها، وهذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى تأخرنا بالوصول والإحاطة بشكل كامل بالمدينة. على هذا الأساس فإن العمليات التي تتم داخل المدينة والتي بدأناها من كما ذكرت من المحاور الثلاثة التي تحيط بها المدينة هي الشرقية والغربية والشمالية، نتوقع ان تستمر العمليات لفتره طويله، وهذا طبعا كبرنامج من طرفنا كون نريد او لا نريد ان نستعجل كثيرا، كون دفاعات داعش مثل ما قلنا قويه، كون داعش يستعمل المدنيين كدروع بشريه للاحتماء بهم، وقد وضعنا احد اولوياتنا ضمن هذه الحمله منذ بدايتها، وفي جميع حملاتنا السابقه كانت حمايه المدنيين الاولويه الاساسيه بالنسبه الينا. على هذا الاساس سوف نتقدم بشكل بنقل بطيء لكي نضمن سلامه المدنيين من خلال العمليات البريه التي نقوم بها بشكل مباشر، ومن خلال عمليات القصف التي يقوم بها التحالف الدولي ضمن المدينه. انا اشكرك جزيلا. من القامشلي سيد كينو كبرائيل عضو القياده العامه لقوات سوريا الديمقراطيه. نبقى